السلام عليكم، تعال نشوف مع بعض ازاي نقدر نعمل انستليشن للتيمس انفستيجيشن الفيرجن اللي احنا شغالين عليه دلوقتي اللي هو 10 على ويندوز 10. نفس الطريقه دي هي نقدر نطبقها لو احنا هنشتغل على ويندوز 8 او 8.1. طيب انا دلوقتي لو رحت فتحت الانستليشن فايل بتاع التيمس انفستيجيشن عشان يبدا ينستول فايلز، هو اداني رساله دلوقتي بيقول لي ان الدوت نت فريم ورك 3.5 مش موجود، هو محتاج التول دي مخصوص عشان يقدر يعمل السيت اب بتاعته. هنعمل اوكي، حضرتك هتروح تعمل تفتح الكنترول بانل، طبعا تتاكد انك متواصل بالانترنت، وهتروح من بروجرامز تحت منها ان انستول بروجرام، بعد كده هتروح تفتح منها تيرن ويندوز فيتشرز اون اور اوف، هنضغط عليها. اول اوبشن عندي فوق خلاص اللي هو الدوت نت فريم ورك 3.5، هو معمول هنا ان تشيك، ده باي ديفولت بيبقى الوضع مع الويندوز، الا طبعا لو انت عملت سيت اب لبرنامج قبل كده محتاج الدوت نت فريم ورك 3.5. انا هعمل تشيك للبوكس دوت وبعد كده هعمل اوكي. هو هيبدا دلوقتي يعمل سيرشنج، بيقول لي انت عايز تداونلود الفايلز ديت، اقول له يس. هيبدا هو دلوقتي يعمل داونلودنج للفايلز ديت ويعمل لها انستليشن. انا هوقف الريكوردنج دلوقتي لغايه ما يخلص الداونلود بتاعه، هو عاده ما بياخدش وقت كبير خالص، يعني حسب سرعه الانترنت عندك يعني، بس هو بدا يحمل هو الجزء مش بطال يعني، بس عشان ما نضيعش وقتنا انا هوقف الريكورد بتاع الفيديو دلوقتي، وهنستمر مره تانية بعد ما يكون خلص الانستليشن بتاعته ان شاء الله. طيب هو كده خلاص عمل فينيش للداونلود وبدا ابلاي التشنجز، يعني بيعمل انستليشن للتول اللي احنا نزلناها الدوت نت فريم ورك. احنا منتظرين بس ان هو يخلص الانستليشن بتاعها. طبعا زي ما قلنا هو الداونلود هياخد وقت قد ايه، ده بيزد على الانترنت كونكشن اللي عندك، اذا كان سريع او بطيء حسب السرعه بتاعته، لكن الموضوع ما بيتخطاش عاده دقايق يعني. كده هو خلص الانستليشن بتاعته، هنعمله كلوز وهنقفل، نرجع تاني للانستليشن باكج بتاعتنا. المره دي هنعمل دبل كليك عليها، هنلاقيه هيبدا في الانستليشن عادي خالص، مش هيدينا الرساله اللي فاتت اللي هي بتاعت الدوت نت فريم ورك بتاعنا. هو كده بيعمل بس ان باكينج للباكج بتاعته، وطريقه الانستليشن الاشهر في العالم اللي هي نيكست 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 نيكست، بس هيبدا يعمل الانستليشن بتاعته اللي احنا بنعمله سيت اب دلوقتي هو فيرجن 10. الطريقه اللي احنا عملناها دلوقتي دي هتبقى ابلايد على معظم الفيرجنز اللي هي كانت ديسكتوب فيرجن زي ديت، مش ويب ديسك او الكلام ده كله زي شكله ده، يعني فيرجنز 11 و12 والحاجات دي كلها هتستمر معاك بنفس الطريقه تقريبا، مع ممكن اختلاف بس الدوت نت فريم ورك فيرجن اللي هو ممكن يحتاج. هو كده بيعمل انستليشن. لو انت جاست انك هترن لوج فايلز على التيمس ولا حاجه، انت مش محتاج اي كراك ولا اي حاجه تضيفها ولا حتى دونجل تشغل بيه البرنامج لغايه فيرجن 10. كل اللي هتعمله ان انت جاست هتوبن البرنامج عادي خالص زي ما هنعمل دلوقتي، والبرنامج هيكون متاح ليك انك تقدر توبن عليه اللوج فايلز وتعملها ران وتتفرج عليها بشكل سلس بدون اي مشاكل، وبدون حتى ما تبقى محتاج لايسنس لحاجه زي كده. هي دي يمكن الميزه اللي موجوده في فيرجن 10، انك تقدر تعمل الكلام ده بدايه من فيرجن 11. انت المفروض اصلا عشان تفتح البرنامج اصلا هتحتاج دونجل عشان تقدر تشغله وتقدر تشتغل عليه يعني. هو بيكمل دلوقتي الانستليشن بتاعته. تقريبا هو خلاص بيفنش. طبعا بيقول لك ريمبر تو كوبي درايفرز، مش هنعمل اي حاجه دلوقتي خلاص. الكلام ده لو انت هتوصل موبايل ولا حاجه المفروض تعمل تحط الدرايفرز بتاعته بس. اوكي نيكست فينش. عشان نرن البرنامج انا هروح اعمل سيرش هنا، طبعا ممكن تفتح على طول قائمه ستارت ومن اسكم تيمس انفستيجيشن. انا هروح مثلا هنا اجيب تيمس انفستيجيشن، ايوه اهو تيمس انفستيجيشن، هضغط عليه هنا هتطلع لي
ده طبعا المكان او بتاع الفولدر بتاعنا، ده اللي هو عامل فيه الانستليشن نفسها. لو عايزين نرن بقى، احنا بنفتح من تيمس انفستيجيشن داتا كولكشن. يعني انا عندي هنا اسكوم اول واحده خالص، تيمس انفستيجيشن 10 داتا كولكشن، هضغط عليها هيبدا يحمل عندنا دلوقتي. هو بس هيقول لي رن اوكي، يبدا يرن البروجرام بتاعنا. طيب هو عادة على فكرة عشان تكون برضه الناس معانا في الصورة، هو التيمس ده تقيل شوية كبرنامج، تقيل شوية على الفيرجنز الويندوز اللي هي ال 8 وال 8.1 وال 10. يمكن هو بصراحة بيكون سريع شويتين على الويندوز 7 يعني، لكن ده لا يمنع ان هو شغال وما فيش أي مشكلة لحاجة زي كده. حتى الفيرجنز القديمة والجديدة كلها بتشتغل على ال 8 وال 8.1 وال 10 والحاجات دي كلها. هو دلوقتي بدأ يأوبن البرنامج. هلاو عادي خالص. كده خلاص احنا بس منتظرين ان هو البرنامج يوبن عشان نطمن ان هو الانستليشن تمت سليمه. برضه هي بالتاكيد اول مره بيكون لسه البرنامج فيرست تايم ران، اكيد ان هو بياخد وقت شويه عشان يفتح عندنا، لكن لعل المرات اللي بعد كده ان شاء الله تكون اسرع ان شاء الله يعني. وفعلا فتح البرنامج قدامنا، ده الجي او اي بتاع التيمس بتاعنا. يبقى احنا كده عملنا الانستليشن بتاعته.